مرحبا يا ابطال، كيفكم اليوم؟ راح اورجيكم اكله همبرجر انا باكلها كل يوم، كثير بحب الهمبرجر، من عشاق الهمبرجر بصراحه. راح اورجيكم كيف بيعملها بطريقه صحيه اكثر، يكون هبره كثير يعني ما فيها دهون، نظيفه لانه انا بساويها بالبيت. راح اورجيكم هلا خطوه خطوه كيف بنعملها. انت كمان اذا بتحبوا الهمبرجر جربوه وقولوا لي شو رايكم. اول شيء لازم نعمله هو انك تختار لحمه من اللحام اللي انت بتسلق فيه، تجيب لحمه ناعمه هبره، لحمه خروف ناعمه، لانه اطيب اطيب من لحمه العجل، تكون ذكيه، طعمتها ذكيه شوي. بنجيبها بنعمها بنخليها ناعمتكم اياها على الماكينه، نحن بنبهرها بالبيت. هلا بورجيكم كيف. شايفين كيف اللحمه هيك ناعمه؟ ممكن ما نستخدمها كلها بس حسب انتم كيف ممكن تستخدموها. اول شيء بدنا نحط عليه واللي هو بهار البرجر. انا راح اساويهم كلهم، بس اللي بيزيد بخليه لبكره او اللي بعده. مثل ما قلت لكم انا كل يوم باكل هي، ممكن اني اكلها كل يوم هي الاكله لانه بحبها كثير. ثوم بودره، بعدين ملح. هي ما مبهره يعني جايه مثل ما هي، انا بدي بهرها مثل ما قلت لكم بالبيت. نو ما نحط عليها اي شيء. اللحم، فلفل، بعدين في ناس بتحط بدال الثوم البودرة بتحط ثوم عادي، بتبرش ثوم عادي كمان بتطلع اطيب. في ناس بتحط مع بيض، كعك ناعم، بتطلع اسمك شيء اذا بدكم تفرزوها عشان تطلع سميكة وتضل مفرزة لمدة اطول. في ناس بتحط لها بيض وكعك ناعم كمان معاه، بس انا ما راح احط هذا الشيء لانه راح تغرق علي من هلا. بعد ما خلصنا تتبيلة اللحمة راح نبلش نقرص الهمبرجر بحيث انه يطلعوا اقراص صغيرة، عشان هيك عم نستعمل هلا صحن قهوة، صح، فنجان قهوة. نعمل هيك، نحطهم على قسم صغير، نحدد انتو حسب بقى كيف بدكم اياها، تكون سميكه ولا تكون ريقه. كيف بتطلع معكم؟ شايفين كيف؟ بتطلع نايس، مسطحه هيك، لا كثير سميكه ولا كثير ريقه نفس الوقت. كمان هلا رح تدوب هي شوي، رح تصغر اكثر على القلي. بلش نقليهم، راح احط زيت زيتون شوي بس على المقلايه، ما راح كثر، لا تحطوا زبده لا تحطوا سمنه. اوريدي اللحمه راح تطلع منها الدهون، هي هبره بس راح تلاقي اوريدي راح تشرشر منها الدهون. حط بس شوي مشان ما ينزلوا على المقلايه. مزون بعض البعض. جبنة خالد دسم، شوية كاتشب على الوش. دائما استعملوا الخبز الاسمر، خبز التوست الاسمر احسن بكتير لانه بيكون فيه الياف، غني بالالياف، بتقدروا تاكلوه كل يوم خفيف كتير. هاي صارت السندوتش جاهزة هيك، شو رايكم فيها؟ رح اعمل واحدة تانية كمان لانه ما بتكفيني هي. هي همبرجر مو ستايل، فيكم تاكلوها كل يوم شباب، غنية بالبروتين، قليلة بالدهون، مثل ما كنتم شايفين، وطيبة كتير. رح اجربها هلا. العصير تبع اللحمة، واو واو واو.